السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد وخاص بتغرة أسطورية تغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج الدوري الإسباني الذي موجود أمامكم على الشاشة. إن شاء الله سوف نحصل على كورتوا، فيكر، داني باريخو أو إياغو أسباس، دافيد سيلفا، غافي، دي باول، ويليامز أو أخيرا يعني كافاني. تعتبر هذه النسخ نسخ أسطورية، كذلك راكيتيش، يعني أقوى لاعبي دار باكج سوف نحصل عليهم من هذا المقطع، ولما لا يكون من نصيبكم كورتوا نسخة أسطورية له، تعتبر أقوى نسخة لكورتوا داخل اللعبة. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند فيكر مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند إياغو أسباس، ثم سوف ننتقل مرة واحدة والإطلاع على إحصائية داني باريخو، نفس الشيء عند غافي، ثم كذلك عند دي باول، ثم سوف ننتقل أربع مرات دون الإطلاع على إحصائية كورتوا. والخطوة الأخيرة الدخول عند ويليامز مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة سوف نقوم بالخروج واللف ب 100 كوينز كما ترون. الدوري الإسباني وخمس نجوم مضمونة كما ترون، وبهذا سوف نحصل على إياغو أسباس، يعني يعتبر أو داني باريخو، عفوا يا أخواني الكرام، يعني يعتبر أقوى من يعني لاعب داخل هذا الباكج بعد كورتوا كما ترون. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، لا تنسوا كتابة في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.